الفريق تاعو تحصل على عدة ألقاب قارية، يعني لا رضون مد يعني قيمة للفريق تاعو وخاصة الكرة الجزائرية. نتمنى وربي يرحمه ويوسع عليه، وربي إن شاء الله يشافي كل المرضى الآخرين، لأنه ما يخفاكش أنه كاين رياضيين كذلك تقاسوا. نتمنى وربي إن شاء الله الشفاء، واحد يحادر يعني، ولازم نتعايشوا مع هاد الظروف كحنا كي كل العالم.